ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا بفيديو جديد علشان نعمل تريلر رياكشن لفيلم تقريبا على ما اعتقد بنسبه كبيره جدا هيكون واحد من الافلام اللي هتتعرض في موسم عيد الاضحى المبارك 2021. هو فيلم البعض لا يذهب الى المأذون مرتين. الفيلم من تاليف ايمن وطار ومن اخراج احمد الجندي. معانا في الكاسلس كريم عبد العزيز ودينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، محمود حميده، محمد ثروت، احمد حلاوه، نيلي كريم، عرف عبد الرسول، وهيبقى في ضيوف شرف كتيره جدا، في ناس كوميدي يعني كوميدي اكترز كتيره جدا في الفيلم ده زي كريم وماجد وبيومي وعمرو عبد الجليل وثروت، وفي ناس كتيره، ودينا الشربيني على فكره برضو دمها خفيف. انا كنت مستني الفيلم ده بفارغ الصبر للتريلر بتاعه، بس للاسف التريلر بتاعه ما كانش نازل، ان الفيلم ده اتقال ان هو هينزل من زمان واتاجل كتير، واتقال ان هو كان هينزل في اجازه نص السنه، واتقال بعد كده ان هو هينزل في العيد، وبعد كده اتاجل وقال هينزله في العيد الكبير، اتاجل كتير يعني. طبعا كالعاده انا التريلر نزل على يوتيوب، انا طبعا كالعاده ما شفتوش ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. فيلم البعض لا يذهب الى المأذون مرتين، يلا بينا. انا باخد اتعاب 200,000 جنيه، وعلى فكره ال 200,000 دول علشان سوريا اختي. لاقي عيله محترمه وقوره زيكم. ليه كل اللي بيجي من الناحيه دي بيبقى بالاندر وير؟ والطلاق؟ انا مولح. تقدر تقول ان هما بالنسبه لي هوايه. اجمع طوابع، اجمع عمله، لكن بتجمع 23 زوجه. انا محامي طلاق، لو شهدت على عقد جوازك اتحرق. بدور على قضيه خلع ولا طلاق استر بيها نفسي. انا السلطان. تقوم تجوز ابويا بنت شمال؟ تعالي يمين. انا علاقه بيها اخوها موصلت ارجعها لي. اخوها انت تعرف سرايا؟ ده انا حيالله اخوها وفي الرضاعه كمان، انت تعرفها؟ لا انا ما رضعتش معاها قبل كده. حسابك كام يا ابو زياد؟ حساب ايه يا انيس؟ اذا كان الراجل نفسه بيتحاسب. وقتلته ليه؟ عشان قفشني بخونه مع مراته. ده معناه ان من اللحظه دي قدام القانون ان كل اللي متجوزين في مصر اتطلقوا. لا مش عايز افسر في وشك، شرز يروح كده، شرز يجي كده. مفيش هنا شرز ولا حاجه، بعد الشرز عليكم. الله يرحمه، كان دمه خفيف. على رايك. اهو خد الشرز وراح. اوكي يا جماعه، الفيلم شكله دمه خفيف. هو نفس البروديوشن، هو نفس البروديوسينج كومباني اللي هي اوسكار، نفس الشركه اللي كانت عملت فيلم نادي الرجال السري. وعلى فكره نفس الفايبز، يعني في فايبز كبيره قوي 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 بين الفيلم ده وفيلم نادي الرجال السري، يعني في فايبز عاليه قوي قوي يعني. يعني هو كريم هنا وكريم هنا وماجد هنا وماجد هنا وبيومي هنا وبيومي هنا، هو الاختلاف دينا الشربيني هنا وهنا غدا عادل. يعني حاسه فشخ هو فيلم نادي الرجال السري يعني جدا بقى. بس نادي الرجال السري على فكره كان فيلم حلو ودمه خفيف، بس برضه مش قوي يعني. انا نهايته بصراحه قفلتني، يعني نهايته ما عجبتنيش، نهايه نادي الرجال السري. الفيلم ده طبعا الريفرنس ان هو متاخد البعض يذهب الى المأذون مرتين، ريفرنس لفيلم كان بتاع عادل امام، واتعمل بعد كده البعض لا يذهب المأذون مرتين. الفيلم شكله دمه خفيف بصراحة. اتمنى ان انا اشوف تريلر تقريبا على ما اعتقد، مش عارف اذا كان ده تقريبا ده اوفيشال تريلر. اتمنى ان هو ينزله تريلر تاني، لان الفيلم شكله يعني عايز اشوف افيهات تانية يعني. اتمنى ما تكونش يعني اتمنى الافيهات اللي ظهرت في الفيلم في الاعلان ما تكونش هي دي بس اللي موجودة في الفيلم يعني، لان في افلام كتيرة عربي مصري بيعملوا نفس الحوار ده. فانا بصراحة الحوار ده هينفخني يعني، ما بحبش الكلام ده. اتمنى اشوف افيهات اكتر لو اتعمل تريلر تاني. لو فعلا اتعرض في موسم عيد الاضحى احتمال كبير هيكون واحد من الافلام اللي احنا هنتفرج عليها ان شاء الله باذن الله يعني. نسبه ترقبي للفيلم البعض لا يذهب المأذون مرتين هي 7.5/10. بس دي كانت حلقتنا النهارده هنا على هوم سينما. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانيه قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانيه اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.